السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف عن استعمال الفعل يرى في اللغة الفرنسية، La conjugaison du verbe voir. هذا الفعل ينتمي إلى أفعال المجموعة الثالثة في اللغة الفرنسية، واليوم إن شاء الله سوف نتعرف على استعماله في مجموعة من الأزمنة مع أمثلة، ونبدأ باستعماله في زمن الحاضر. La conjugaison du verbe voir au présent. Je vois, tu vois, il voit, elle voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Je vois, أنا أرى. Tu vois, أنت ترى أو أنت ترين. Il voit, هو يرى. Elle voit, هي ترى. Nous voyons, نحن نرى. Vous voyez, أنتم ترون. Il voit, هم يرون. والآن سوف نمر إلى استعمال هذا الفعل في زمن الماضي المركب أو الماضي القريب. La conjugaison du verbe voir au passé composé. كما نعلم لتصريف أي فعل في هذا الزمن دائما نستعمل l'auxiliaire être أو l'auxiliaire avoir au présent زائد le participe passé du verbe. بالنسبة le verbe voir فهو يصرف مع الفعل المساعد avoir. إذن أول شيء نضع le verbe avoir au présent اللي هو j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. ثم نضع le participe passé du verbe voir اللي هو vu. ونقرأ j'ai vu, tu as vu, il a vu, elle a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. J'ai vu, أنا رأيت. ليس الآن بل في الماضي. J'ai vu, رأيت. Tu as vu, أنت رأيت أو أنت رأيت. Il a vu, هو رأى. Elle a vu, هي رأت. Nous avons vu, نحن رأينا. Vous avez vu, أنتم رأيتم. Ils ont vu, هم رأوا. إذن هذا هو la conjugaison du verbe voir au passé composé. أعيد: j'ai vu, tu as vu, il a vu, elle a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu. كما تلاحظون بالنسبة le participe passé فهو لا يتغير عندما يصرف الفعل مع الفعل المساعد avoir. والآن سوف نتعرف عن استعمال هذا الفعل في زمن المستقبل. La conjugaison du verbe voir au futur. Je verrai, tu verras, il verra, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils, elles verront. Je verrai, أنا سوف أرى. ليس الآن وليس في الماضي بل مستقبلا. Je verrai, سوف أرى. Tu verras, أنت سوف ترى أو أنت سوف ترين. Il verra, هو سوف يرى. Elle verra, هي سوف ترى. Nous verrons, نحن سوف نرى. Vous verrez, أنتم سوف ترون. Ils verront, هم سوف يرون. إذن هذا هو la conjugaison du verbe voir au futur. أعيد: je verrai, tu verras, il, elle verra, nous verrons, vous verrez, ils, elles verront. والآن سوف نتعرف عن استعمال هذا الفعل في زمن الماضي الناقص أو الماضي البعيد. La conjugaison du verbe voir à l'imparfait. Je voyais, tu voyais, il voyait,
Elle voyait, nous voyions, vous voyez, il voyait. Je voyais, كنت أرى. أنا كنت أرى. ليس الآن وليس في المستقبل بل في الماضي. Tu voyais, أنت كنت ترى أو أنت كنت ترين. Il voyait, هو كان يرى. Elle voyait, هي كانت ترى. Nous voyions, نحن كنا نرى. Vous voyez, أنتم كنتم ترون. Il voyait, هم كانوا يرون. أمثلة: Je vois, أنا أرى. وإذا أردت أن أقول أنا أراه. Je le vois. Je le vois. هنا le verbe voir مصرف au présent في زمن الحاضر. أنا أراه الآن. Je le vois. أما إذا أردت أن أقول أنا رأيته، ليس الآن بل في الماضي. بالفرنسية نقول Je l'ai vu. Je l'ai vu بمعنى رأيته أو رأيتها. نستعمل هذه العبارة للمذكر وأيضا للمؤنث. أما إذا أردنا أن نقول مثلا رأيته البارحة نقول Je l'ai vu hier. Hier بمعنى البارحة أو الأمس. أما إذا أردت أن أقول لم أراه بالفرنسية نقول Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. والآن سوف نحاول أن نستعمل نفس الجملة في جميع هذه الأزمنة التي رأيناها الآن لنفهم الدرس جيدا. ونبدأ بأول جملة. Je vois un film. Je vois un film. أنا أرى الآن فيلم. إذن هنا le verbe voir مصرف au présent. أنا الآن أرى فيلما. J'ai vu un film بمعنى أنا رأيت فيلما. ليس الآن بل في الماضي. هنا le verbe voir مصرف le passé composé. تالي جملة. Je verrai un film. أنا سوف أرى فيلم. ليس الآن وليس في الماضي بل مستقبلا. آخر جملة. Je voyais un film بمعنى أنا كنت أرى فيلما. أيضا في زمن الماضي. إذن je vois أنا أرى الآن. J'ai vu أنا رأيت في الماضي. Je verrai أنا سوف أرى في المستقبل. Je voyais أنا كنت أرى.